لمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات في هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت رولان أبي نجم الخبير في الأمن السبراني والتحول الرقمي. أهلا بك رولاند، صباح الخير. يعني هذا العام كان لنا الكثير من الحديث واللقاءات حول التطور السريع جدا والأخبار المتسارعة والمنافسة في عالم التكنولوجيا. قبل الدخول في تفاصيل هذا الخبر تحديدا، لماذا يعد هذا العام عام مميز جدا فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؟ أول شيء صباح الخير لك ولكل المشاهدين. بطبيعة الحال موضوع الذكاء الاصطناعي ما هو موضوع شيء جديد، بس هذا العام شهد انطلاق تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن اي اي. فهذا الاطلاق عمل خضة إذا بدك بالأسواق العالمية، عمل خضة عالمية، وكل الشركات اللي كانت عم تشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي حست حالها أنه هي مضطرة تستعجل بموضوع اطلاق برامجها ومستعجلة تقدر تنافس. ونحن من أسبوع حتى شفنا إيلون ماسك أطلق شركته الجديدة اللي هي اكس اي اي، ومبارح بالليل يعني من كم ساعة كان عم يعمل عاملين جروب سبيس على يعني جلسة مناقشة على تويتر على السبيس بالصوت إيلون ماسك، وعم بعرف كل العالم على الموظفين تبعوله بهذه الشركة الجديدة يلي هن أصلا جايبون كانوا عم يشتغلوا بمايكروسوفت بأوبن اي اي وهذا. فكل الشركات كان اوريدي عم تخسر مبالغ كتير كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية اللي كانت عم تقطع بالعالم. فإذا بدك الخدمات الأساسية تبعيتك ما كنت عم تأملها أموال، فهلا لقوا انه الذكاء الاصطناعي ممكن يكون سبب اضافتها يرجع يعوض لهم خسائر ويعمل لهم ارباح، وكلهم هلا رايحين بموضوع المنافسه ببرامج الذكاء الاصطناعي. اذا عدنا مره اخرى الى تفاصيل هذا الخبر، كيف ترى خطوه اطلاق جوجل لروبوت الدردشه بارد، وما هو بارد تحديدا؟ اول شيء بكل بساطه بارد اول شيء لما اطلقوه اول مره اطلقوه بسبب السرعه اللي هن كانوا عم يجربوا يقولوا انه نحن كمان موجودين وموجودين بالمنافسه، بس لما اطلقوه اول مره كان بعد في كثير خدمات ومميزات ما كانت موجوده فيه. هلا من يومين عملوا كل التعديلات وعملوا كل الابديت وطلعوا. هو بكل بساطه روبوت دردشه مثل تشات جي بي تي، مرتكز على بيج داتا، على بيانات ضخمه، ومرتكز على موضوع الالجوريزم والخوارزميات تبعوله. وهو ما تنسى شغله، الفرق بينه وبين الاوبن اي اي شغله كثير كبيره. اوبن اي اي هي شركه ناشئه اجت جمعت بيانات ضخمه لعام 2021، وهذه البيانات الضخمه عملوا لها شيء نحن بنسموه الماشين ليرنينج، حطوا لها الالجوريزم ودربوا على الداتا كما يطلع لك اذا بدك النتائج. ولكن ما الاختلافات؟ يعني بالطبع سيكون هناك اختلافات او اوجه للاختلاف بين جوجل بارد وتشات جي بي تي. خلينا نحكي عن موضوع الاختلافات. الاختلافات هي بعدة محلات. أول شيء أوبن آي هي شركة ناشئة، جوجل هي شركة كتير كبيرة وعملاقة وعندها أصلا بيانات ضخمة، والأهم شيء أنه هن بيانات تبعولهم ريل تايم، يعني البيانات بنقدر بنفس الوقت موجودين وأبديتد. بينما تشات جي بي تي البيانات تبعيته بس فوتت تسأليه بقلك أنه أنا البيانات تبعولي لسبتمبر 2021، سو كل شيء بعد سبتمبر 2021 ما عنده ولا أي جواب عليه تشات جي بي تي. هيدي أول شغلة. تاني شغله الداتا سيت يلي مدربين عليها، يعني كميه البيانات يلي مدرب عليها جوجل هي اكبر بكثير من تشات جي بي تي. هاي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه انه جوجل بس تيجي تعمل اي بحث عليه بيقدر تسالي هلا تعطينا ملخص عن كل المواقع الاخباريه بامريكا، بيعطيك ملخص لانه هو كونكتد على الانترنت، بيقدر يروح يسحب كل الاخبار من كل المواقع الالكترونيه بالانترنت ويقدر يعطيك ملخص عنها. الشغله الرابعه الاضافيه هلا شفنا مثل ما حضرتك ذكرت من يومين عملوا اضافات زياده، يعني هلا انت على بورد اذا عملت اي بحث او عملت اي شيء سالتي سؤال بس يعطيك الجواب، فيك تحطي تسمعي اوديو بيقدر يعطيك اياه جواب بالاوديو. هلا صرت مثلا اذا بتحطي له صوره فيها انجريدينتس يعني مكونات للبيتزا بيجي بيقول لك هيدي مثلا مكونات بيتزا، وبيقدر بيقول لك شوف كيف فيك تستخدميهم كيف فيك تعمليهم، يعني قادر حتى يعمل ايدنتيفيكيشن للصوره تقدر يقول لك شو الايتمز موجودين بقلبها وكيف فيك تستخدميهم كيف فيهم يساعدوك. سو هول اذا بدك ملخص مفيد عن شو الادفانتجز الموجودين هلا ببارد اوفر تشات جي بي تي. سيد رولاند، إذا برأيك هل ترى جوجل الآن قادرة على التنافس مع مايكروسوفت؟ هل يمكن جذب العديد من المستخدمين مستقبلا على غرار تشات جي بي تي الذي بالفعل جذب ما يزيد عن مليون مستخدم في غضون أسبوع قبل إطلاقه في نوفمبر العام الماضي؟ أكيد بطبيعة الحال، وخلينا نكون واعيين أصلا تشات جي بي تي مثل ما سبق وذكرنا لأنه شركة بعدها جديدة وبعدها إذا بدك بنسميها ستارت أب كومباني، سو أول ما بلشوا ما كان في عندهم إذا بدك السيرفرات الضخمة تتستوعب مثل ما قلت حضرتك هلا
الاعداد البالغه من العدد المستخدمين يلي بدهم يفوتوا على تشات جي بي تي. كل ما صرنا نشوف بس تفوت على تشات جي بي تي بيطلع لك انه البرنامج اوفرلودد وسيرفراتنا ما بقى تحمل اند سو اون. سو عملوا الاشتراكات المدفوعه اللي هي $20 بالشهر. يعني هلا اغلب العالم اللي ما عندهم اشتراك مدفوع على تشات جي بي تي ما بيقدر بمحل معين يقدر يفوت على تشات جي بي تي. بينما بارت عم يستخدم سيرفرات جوجل وانفراستراكشر تبع جوجل اللي هي هذه الخدمه. وضحت الصوره. بشكرك من الكويت رولنا بنجم الخبير في الامن السبراني والتحول الرقمي. شكرا جزيلا لك.